احلى تنظيف عميق البصره قبل السنه الجديده. الله عليك يا عبد الله ابو عزيز، انت من التختات الحلوه والله. ربنا يسعدك شخصيه في عام 2022، وعايز اقول ان شاء الله ربنا يجعلها سنه حلوه علينا وعليك يا عبد الله مع سنه 2023. واحلى واجمل تنظيف عميق، مش تنظيف بس، تنظيف عميق البصره مع دخول السنه الجديده 2023. نمبر 1 واحلى مساء عليكم على الحبايب. كل عام وانتم بخير. تحب تقول حاجه يا عبد الله؟ انا احب اقول لحبايبي كلهم خدوا الامور ببساطه والحياه حلوه، عيش اللحظه وما تزعلش من اي حاجه، واللي يزعلك سيبه ويمشي. وعيش حياتك وانسى همومك يا عبد الله. وكل عام وانتم بخير. وربنا يسعدك يا عبد الله. الله عليك يا عبد الله. الله عليك. سعيد عليكم. الله يعزك. سلام يا حبايبي، سلام. وشكرا لكم كلكم. والله تعالوا كلكم حبيب قلب. الله الله يخليك. هو ده التنظيف العميق الصح. مش واحد يعمل لك تنظيف عميق كده اي كلام ومسح حالك، لا، نظف البصره كويس. لازم تنظيف بصره كده يظبط صح، يشيل الهموم الدنيا اللي عليك والرؤوس السوداء والرسمه يا ريس. الله يفتح عليك. والرسمه بص الشغل عالي يا ريس، ومن هنا الله ينور عليك والله. من هنا باشا الله عليك، شغل عالي يعني. شغل فاخر على الاخر يا باشا. شغل عريس عريس يعني. شغل اوروبي ده، شغل الاوروبي. الله يفتح عليك. عايز الشغل الاوروبي يتعلم ابو عبد الله عنده شغل اوروبي. الله يفتح عليك يا عبد الله. الله يفتح عليك. وكل عام وانتم بخير يا حبايبي. باي. مساء الفل بالليل.